وأكبر تصعيد ميداني بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ بدء الهدنة قبل شهر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وفق بيانات رسمية. وبينما أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده بنيران الحوثيين في محافظة الجوف، اتهمت الجماعة القوات الحكومية بارتكاب أكثر من 80 خرقا للهدنة في الساعات الأخيرة. لم ينفد هذا الرصاص وما كان يؤمل أن يتوقف، استؤلف. تسقط الهدنة في اليمن بعد شهر من بدئها، يعود التصعيد بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. يسقط قتلى وجرحى في محافظة الجوف ومأرب والصرواح. الجيش اليمني يعلن عن مقتل أحد جنوده في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف، وآخر في مدينة تعز على يد قناصة. قيادتنا تأمرنا بالالتزام بالهدنة يعني حسب ما هو متفق عليه، وأيضا نحن مستعدين وجاهزين لأي طارئ. وجماعة الحوثي تحصي الانتهاكات أيضا، ترتكب القوات الحكومية أكثر من 80 خرقا للهدنة الأممية. يضيف الناطق الرسمي للحوثيين خلال شهر الهدنة الذي مر، لم تسمح دول التحالف بأي رحلة إلى مطار صنعاء، إضافة إلى استمرار عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار خروقات عسكرية، آخرها شن طيران التحالف غارتين في منطقة صرواح ومأرب شمال شرقي اليمن. تعود المناوشات مرة أخرى في جبهات عدة، ومن ساحة القتال إلى ميدان التشاور تعقد الحكومة اليمنية مشاورات عسكرية. حديثة مهامها، وقد تسلم مجلس السيادة الرئاسي الحكومة المؤقتة، يريدها أن تنجح لتعيد إحياء الاقتصاد والتنقل وإنقاذ أكثر من نصف شعب يعاني المجاعة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث الأوضاع مع رئيس هيئة الأركان العامة، والأخير يؤكد أن القوات اليمنية جاهزة لما سماها المعركة الفاصلة. رغم تجدد الصراع ولغة التهديد بين الأطراف، كان شهر من السلام أملا لليمنيين مهما صعبت المعادلة. الآن ينضم إلينا من صنعاء فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين. سيد فهمي، مساء الخير، مرحبا بك. قوات التحالف والحكومة اليمنية تقول بأنكم أنتم من خرقتم الهدنة، ودليلهم على ذلك بأن الهدنة ليست في مصلحتكم، ليس في مصلحتكم أن تبقى الأمور هادئة، لأنكم ستكون الطرف الأخسر في الخاسر في هذه الحالة، لذلك تخرقونها. ما رأيك في ذلك؟ أولا مساء الخير لكم ولكل المشاهدين، وعيد سعيد. نحن نعتبر ليس بغريب أن دائما أن يكيل الاتهامات تحالف العدوان على صنعاء بأنها خرقت الهدنة، مع أن الخرق الهدنة بدأ من بداية المطاف أو منذ أسابيع من قبل دول العدوان، من خلال عرقلة فتح مطار صنعاء، من خلال عدم تنفيذ الشروط المتعلقة بالأسرى، من خلال عرقلة وصول كثير من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، فما بالك على الميدان. فهم دائما على حد المثل الشعبي يقول ضربني بكى وسبق بالشكا، وبالتالي نحن نعتبر بأن هذه الاتهامات التي توجه من قبل الطرف الآخر دليل على تعطش، وبأنه يحاول استغلال فترة العيد هذه لارتكاب خروقات تلو الخروقات ولتحقيق مكاسب ميدانية، مستغلا هذه المناسبة العيدية من أجل أن يحصل على مزيد من التقدم الميداني جغرافيا، بعد أن عجز بمكيناته العسكرية وطائراته وإلى آخره. فنحن دائما نطلع العالم بأسره من خلال البيانات بالخروقات التي يقوم بها دول العدوان أو تقوم بها دول العدوان والأجندات التابعة لها ببيانات صادرة رسميا، وبالتالي نحن نحملهم أيضا مسؤوليات هذه الخروقات المستمرة. طيب. على كثير من الدول، سواء أنا توقعت هذا الجواب، لأنه حينما أسأل الحوثيين يقولون لسنا نحن بل هم، حينما أستضيف الطرف الآخر لم تتوقف أيضا أسأله يقولون ليس نحن هم. في نهاية المطاف هناك طرف مسؤول عن خرق الهدنة، أو كلا الطرفين بالمناسبة، قد يكون كلا الطرفين خارقين للهدنة. وسؤالي هو، ثبت الآن أن كل الهدنة التي تم التعاقد أو اتفاق عليها فشلت في نهاية المطاف، فالسؤال هو
أين هو الحل حتى تجنبوا اليمنيين المواطن اليمني البسيط ويلات هذه الحرب وأن يكون وقودا لهذه الحروب؟ من يقصد بالطيران هو خرق الهدنة. إذا كان التحالف يحترم ما التزم فيه فكان عليه ألا يرسل طيرانه ويعربد في سماء بلادنا ويقصف هنا وهناك. وهذا دليل على أن الطرف الآخر ليس متمسكا بالهدنة بل يريد فقط هو يريد إعادة ترتيب صفوفه، وهذا ما هو ملموس. ولو عدتم لقراءة مخرجات الرياض قبل تشكيل مجلس المرتزقة برئاسة العليمي ستجدون بأنه المخرجات كلها تصب في نهاية المطاف نحو إعادة ترتيب صفوف المرتزقة واستئناف العمل العدواني كما هو جاري اليوم. ونحن نعتبرهم التجمعات التي يقوم بها وتواجد حتى الأساطير الأمريكية في البحر الأحمر هي أيضا جزء من الخروقات. بعيدا عن كيل التهم للطرف الآخر، لأنه كما قلت لك أنت تتهم وهم يتهمون، سؤالي هو متى ستصلون إلى قناعة بأن الحرب لن تؤتي بأي نتيجة إيجابية للمواطن اليمني؟ يعني أنتم والطرف الآخر أليس فيكم رجل رشيد يفهم أن الشعب اليمني يدفع ثمن كل هذه الحروب؟ أصبحت محرقة في اليمن، حطب هذه الحرب هو الشعب اليمني. بكل تأكيد نحن راشدين ولدينا عقول ولدينا، ولكن الطرف الآخر القرار ليس بيده، سواء على مستوى الأجندات التابعة لدول العدوان أو دول العدوان بذاتها السعودية ومن معها. تلك الدول القرارات هي بيد الناتو، ومن يستفيد في الأول والأخير هي شركات السلاح التي تبيع السلاح بصفة مستقرة. يعني الناتو إذا قرر وبرئاسة أمريكا إيقاف الحرب فستوقف الحرب، لكن المصالح للغرب لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العدوان من لديها مصانع سلاح هي مستفيدة من إطالة أمد الحرب. بالتالي نحن لا نعتبر بأنه إطالة الحرب تخدمنا، نحن نعتبر بأنه إطالة الحرب هي استمرارية لتدمير اليمن أرضا وإنسان، وهو هذا ما هو جري. فلذلك الطرف الآخر هو يريد أن يستمر في الحرب على اعتبار أنه يريد أن يتمسك بالسلطة وحقق مكاسب من خلال تمسكه بالسلطة بين قوسين، أي الأجندات التابعة لدول العدوان، على اعتبار أن من يقود هذه الأجندات يعني على هم من هوامير الفساد، من هوامير الإرهاب، وهم مرتبطين أيضا بالاستخبارات الغربية وينفذون مصالحهم، وقد سلخوا البلد من الوريدة إلى الوريد. وبالتالي هؤلاء هم حتى على مستوى تشكيل المجلس القيادي الذي شكل من قبل المرتزقة برئاسة الفساد العليمي، معظم هذه الوجوه التي صعدت غارقة بالفساد من ألف إلى ياء بما فيهم رشاد العليمي وأيضا العرادة وأخرون، رموز للإرهاب ورموز للفساد. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ فهم اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثي من صنعاء، شكرا لك. وطبعا هذه كل التهم تتحمل مسؤوليتها أنت في توجيه هذه التهم. طبعا الطرف الآخر له حق الرد للدفاع عن نفسه ولم يثبت شيء طبعا هنا في هذا الحديث. شكرا جزيلا.